الاقتصاد اليمني الذي يترنح منذ أكثر من عام يسير بشكل حثيث نحو الانهيار الشامل، وبعد ان استنزفت سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء الاحتياطي النقدي، أصبح البنك المركزي مهددا بتوقف عملياته والعجز عن دفع رواتب الموظفين بعد ان استنفت كل أدواته وسياساته النقدية الترقيعية التي ساعدته على ذلك حتى اللحظة. الحكومة التي التزمت بما سمي هدنة اقتصادية باتت تميل لمراجعة تلك السياسة، وتؤكد أن البنك المركزي أصبح متورطا مع الميليشيا في الكارثة الاقتصادية القائمة بعدم التزامه بسياسة الحياد الاقتصادية المقررة من قبل القوى الدولية وخضوعه بشكل كامل لإرادة الميليشيا، ولذلك تسعى نحو استعادته أو على الأقل إبعاده عن سيطرة الميليشيا، لما من شأنه أن يساعد في مواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي بات وشيكا إن لم يكن قد وقع فعلا. في تقرير لمجلس الوزراء أكد وزير المالية ضلوع البنك المركزي فيما وصفها بالممارسات الانقلابية خارج التفاهمات المعقودة بين السلطة الشرعية وسلطة الانقلاب بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، أصرت على بقاء البنك المركزي في العاصمة وعدم نقل صلاحياته إلى أي مدينة أخرى. مصادر حكومية أكدت أن الحكومة طلبت من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، مع التأكيد على أن الخطط لا تسعى لنقل البنك من صنعاء، وأن الطلب الحكومي بوقف التعامل معه مؤقت ويهدف إلى وقف استنزاف الميليشيا للاحتياطي الأجنبي، وهو ما أكدته رسالة رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي، والتي تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء وعدم السماح له بالسحب من الاحتياطي النقدي الخارجي.